السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جونيور توسي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما متعودين ان كل يوم خميس بنشتغل مع بعض درس جديد. طب يا ترى النهاردة درسنا او كلامنا هيبقى عن ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده العنوان بيقول لي ايه؟ عناصر كتابة القصة. طيب مين فينا يا ترى ما بيحبش يقرأ قصص او يحب يستمع اليها من ماما او جدته؟ طيب النهاردة بقى هنعرف مع بعض ازاي نحلل القصة اللي احنا بنقرأها ونعرف فيها شوية حاجات كده ناخد بالنا منها. ايه هي يا ترى الحاجات اللي احنا عايزين ناخد بالها مننا عايزين ناخد بالنا منها واحنا بنقرأ القصة او بنستمع اليها؟ اول حاجة انا عايز اعرف هي القصة دي كانت امتى؟ زمانها امتى؟ الصبح ولا بالليل ولا يوم ايه؟ تاني حاجة مكانها كان فين؟ في المدرسة ولا في الحديقة ولا في الغابة ولا في الفصل ولا في المنزل؟ مكانها فين يا ترى؟ تالت حاجة أحداث القصة دي، البداية هي القصة دي بدأت ازاي؟ وإيه المشكلة اللي فيها؟ أكيد كل قصة بيبقى فيها مشكلة، والمشكلة دي أكيد بيكون ليها حل. إيه الحل بتاع المشكلة دي؟ آخر حاجة الشخصيات، مين الشخصيات اللي كانت في القصة؟ مين اللي كان موجود في القصة؟ مين اللي كان بيتكلم؟ مين اللي كان بيلعب؟ مين اللي كان بيقرأ؟ مين اللي كان موجود في القصة معي؟ تعالوا مع بعض نشوف القصة اللي عندنا ونشوف هنحللها ازاي ونكتشف عناصرها ازاي. يبقى النهاردة بإذن الله هنعرف مع بعض عناصر كتابة القصة. لما اجي اكتب قصة او استمع الى قصة ابقى عارف العناصر بتاعتها دي ايه؟ الزمان والمكان والشخصيات، البداية والمشكلة، واخر حاجة الحل اللي انا هوصل ليه. نقرأ مع بعض كده. اقرأ القصة ولاحظ واكتشف عناصرها. في صباح يوم الجمعة ذهب أسامة مع أبيه وأمه إلى حديقة الحيوان وشاهد الحيوانات التي يحبها ويلعب هنا وهناك حتى فقد أسرته. جاء الشرطي وساعده في الوصول إلى أبيه وأمه فشكره وأكمل اللعب بجوارهما. طيب القصة دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان في يوم من الايام في صباح يوم الجمعة ذهب أسامة مع ابيه وامي الى حديقة الحيوان. طب تعالى كده، في صباح يوم الجمعة، هو يوم الجمعة ده زمن ولا لا؟ ده وقت، ده زمن. يبقى انا اهو حددت معاك زمن القصة دي، صباح يوم الجمعة. يبقى الزمن عندي صباح يوم ايه؟ الجمعة. مين يا ترى الشخصيات اللي موجودة دي؟ فين الشخصيات؟ عندي اول شخصية هو اسامة، صاحبنا اسامة، راح مع بابا ابي وامي فين؟ الى حديقة الحيوان. حديقة الحيوان دي مكان صح؟ يبقى انا حددت اهو الزمن، الزمان بتاعي صباح يوم الجمعة، والمكان بتاع الحديقة، والشخصيات بتاعتي هتبدأ تظهر لي واحدة واحدة في القصة. عندي أول شخصية أسامة، تاني شخصية أبي، التالت شخصية أمي، وهيبقى هنشوف عندنا شخصية كمان ولا لأ. طيب هما راحوا حديقة الحيوان بيعملوا إيه بقى يا ترى؟ قال لي وشاهد الحيوانات التي يحبها ولعب هنا وهناك. يبقى هو ذهب الى حديقة الحيوان ليه يا ترى؟ هيشاهد الحيوانات التي يحبها ويلعب هنا وهناك. يبقى احداث احداث القصة بتاعتي هي اهي بتبدأ من ايه؟ انه ذهب اسامة واسرته الى حديقة الحيوان ليشاهد الحيوانات ويلعب. جميل، تعال نكمل مع بعض. وهناك حتى فقد أسرته. ايه ده؟ أسامة اتعرض دلوقتي لإيه؟ لمشكلة. ايه هي المشكلة دي؟ فقد أسرته. يعني ايه فقد أسرته؟ يعني تاه. أسامة كان بيلعب قدام بابا وماما،
سهى كده شوية وقعد يلعب ويروح ويجري ويجي. فجأة بيبص وبيدور على بابا وماما مش لاقيهم. فين بابا؟ فين ماما؟ مش لاقيهم. يبقى أنا عندي أهو المشكلة. يبقى أنا عندي أول حاجة قلنا إيه؟ صباح يوم الجمعة ده الزمان. المكان بتاعي فين؟ قال لي حديقة الحيوان. الشخصيات، أول شخصية أسامة، تاني شخصية أبيه، تالت شخصية أمه. هو راح فين؟ هو راح حديقة الحيوان ليه؟ قال لي ليشاهد الحيوانات التي يحبها ويلعب هنا وهناك. اتعرض فجأة المشكلة. ايه هي المشكلة بتاعته؟ وسط الأحداث فين؟ قال لي المشكلة فقد أسامة أسرته. طب يا ترى ايه الحل بتاعي؟ أسامة هيتصرف هيعمل ايه؟ جاء الشرطي. جاء مين؟ الشرطي. يبقى أنا عندي أهو شخصية رابعة ظهرت لي. يبقى الشخصيات بتاعتي أسامة، أبي، أمه، الشرطي. طيب جاء الشرطي ليه بقى يا ترى؟ عشان يحل المشكلة اللي وقع فيها أسامة. يساعد وساعده في الوصول إلى أبيه وأمه. يبقى الحل بتاعي ايه؟ جاء الشرطي وساعد أسامة في الوصول إلى أبيه وأمه. أسامة عمل ايه في الآخر؟ فشكره وأكمل اللعب بجوارهما. يبقى أنا عندي دلوقتي اهو القصة بتاعتي. القصة بتاعتي لازم أعرف فيها الشخصيات اللي فيها مين؟ الزمان بتاعها كان إمتى؟ المكان بتاعها كانت فين؟ الأحداث بتاعتها، البداية بتاعتها كانت إيه؟ وسطها حصل مشكلة في القصة دي، إيه هي؟ آخر حاجة بوصلها الحل. تعالى كده نرجع مع بعض. عناصر القصة، الشخصيات قلنا أسامة، الأب، الأم، الشرطي، المكان حديقة الحيوان، الزمان صباح يوم الجمعة، أحداث البداية زار أسامة حديقة الحيوان مع أبيه وأمه. أحداث الوسط اللي هي المشكلة يا أولاد، فقد أسامة أسرته. طب وآخر حاجة أحداث النهاية اللي هي الحل، أن يساعد الشرطي أسامة على العودة إلى أسرته. طيب تعالى بقى نشوف قصة تانية نحلها إحنا مع بعض، يلا بينا. بيقول لي العنوان بتاعي اقرأ القصة ثم حلل عناصرها. ونفتكر مع بعض عناصر القصة ايه؟ شخصيات، مكان، زمان، احداث البداية، احداث الوسط المشكلة، احداث النهاية وهي الحل. ذات يوم كان الفأر يمشي ليلا في الغابة، وفجأة وقع الفأر في حفرة. رآه القرد من فوق الشجرة فقرر أن يساعده. مد القرد يد ذيله فأمسكه الفأر وخرج من الحفرة. طب يا ترى شخصياتي كانت ايه هنا؟ أول حاجة بيقول لي في ذات يوم كان الفأر. أول شخصية عندي ايه يا ولاد؟ الفأر. أول شخصية عندي ايه؟ الفأر. يلا بينا نكتبها. يبقى واحد، الفأر، يمشي ليلا في الغابة. فين؟ في الغابة. وفجأة وقع الفأر في حفرة، رآه القرد. ادي تاني شخصية ايه معنا؟ يبقى تاني شخصية معنا ايه هي؟ القرد. نقطة. عندي شخصيات تانية يا ولاد؟ لا. طب تيجي نشوف تاني عنصر معنا. بيقول لي المكان، هو ذات يوم كان الفأر يمشي ليلا فين؟ في الغابة.
يبقى المكان بتاع القصة ده فين؟ المكان اللي حصل فيه أحداث القصة فين؟ قال لي الغابة. قال لي إيه؟ الغابة. طيب الزمان، زمان القصة يا ولد هي حصلت إمتى؟ قال لي ذات يوم كان الفأر يمشي ليلا. يبقى في ذات يوم ليلا، يوم من الأيام بالليل، يوم من الأيام إيه؟ بالليل. يبقى ذات يوم ليلا، ذات يوم إيه؟ ليلا. أحداث البداية، هو هنا بيقول لي إيه الحدث اللي حصل في الأول؟ قال لي كان الفأر يمشي ليلا في الغابة. يبقى أحداث البداية إيه هي؟ قال لي يمشي الفأر، يمشي الفأر ليلا في الغابة، يمشي الفأر ليلا في الغابة. أحداث الوسط، المشكلة، المشكلة اللي تعرض ليها الفأر. قال لي فجأة وقع الفأر في حفرة. يبقى ايه المشكلة اللي وقع فيها الفأر يا ترى؟ قال لي وقع الفأر في حجرة، في حفرة. وقع الفأر في حجرة، حفرة. وقع الفأر فين؟ في حفرة. ايه اللي حصل يا ترى؟ من الذي رآه؟ رآه القرد من فوق الشجرة. ايه يا ترى اللي القرد هيعمله؟ قرر ان يساعده ومد القرد ذيله فامسكه الفأر وخرج من الحفرة. يبقى ايه هي النهاية؟ ساعد القرد الفأر في الخروج من الحفرة. يبقى النهاية بتاعتي ايه هي؟ الحل بتاعي ايه هو؟ ساعد القرد الفأر في الخروج من الحفرة. ساعد الفأر، ساعد القرد الفأر في ايه؟ في الخروج من الحفرة. احنا كده خلصنا عناصر القصة بتاعتنا، نراجعها مع بعض. شخصياتنا كانت ايه؟ كانت الفأر والقرد. المكان فين يا ترى؟ قال لي المكان الغابة. الزمان حصلت امتى؟ في يوم من الأيام، ذات يوم ليلا بالليل. أحداث البداية، قال لي يمشي الفأر ليلا في الغابة. الوسط، المشكلة، وقع الفأر في حفرة. الحل اللي وصلنا له، ساعد القرد الفأر في الخروج من الحفرة. طيب تيجي ناخد نشاط تاني؟ يلا بينا. بيقول لي اقرأ وصل. في صباح يوم مشرق، يا ترى في صباح يوم مشرق ده يا ولاد ايه يا ترى؟ ايه من احداث او من عناصر القصة؟ مكان ولا نهاية ولا مشكلة ولا زمان ولا بداية؟ ها جميل، ده زمان. في صباح يوم مشرق ده زمان. جميل. كانت الغابة هادئة، كانت الغابة ايه؟ هادئة. يبقى هنا مكان القصة بتاعتي فين؟ قال لي في الغابة، يبقى ده المكان. خرج الذئب يبحث عن طعام. ايه اللي حصل؟ بنبدأ قصتنا بايه؟
قال لي البداية بتاعتي خرج الذئب يبحث عن ايه؟ عن طعام. وجد أرنبا صغيرا فقرر أن ينقض عليه. الذئب وجد رأى أرنب صغيرا، هنا الأرنب هيقع في ايه؟ مشكلة. ايه هي يا ترى؟ أن الذئب يريد أن ينقض عليه. يبقى هنا المشكلة بتاعتي أن الذئب رأى أرنب صغيرا يريد أن ينقض عليه. يا ترى النهاية إيه هي؟ قال لي رآه الأرنب فجرى سريعا مختبئا في إيه؟ في جحره. يبقى المشكلة نهايتها إيه أو حلها؟ رأى الأرنب الذئب فجرى سريعا مختبئا فين؟ في حجرتي. طيب تعالوا مع بعض نشوف بقى يا ترى احداث، يا ترى الشخصيات هنا كانت ايه. انا عندي في صباح يوم مشرق كانت الغابه هادئه. خرج من اول شخصيه عندي؟ الذئب. يبقى واحد الذئب. معانا شخصيات تانية يا ترى؟ اللي وجد ارنبا. يبقى الشخصيه التانيه بتاعتي ايه هي؟ الارنب. يبقى الشخصيات اللي معايا في القصه دي الذئب والأرنب. الذئب شرطة الأرنب. وجبنا عرفنا الزمن بتاع القصة ومكانها وأحداثها. البداية بتاعتها كانت إيه؟ والوسط المشكلة والنهاية الحل. هو ده اللي انا عايزك تعرفه في القصة اللي هتجيلك. يبقى نعرف مع بعض ان احداث القصة لازم اعرف فيها شوية حاجات. ايه هما مع بعض تاني؟ الشخصيات، الزمان، المكان، احداث البداية، احداث الوسط المشكلة، احداث النهاية الحل اللي بوصل بيه لاخر القصة. وبكده نكون عرفنا مع بعض ايه هي عناصر القصة المكتوبة. أشوفكم على خير إن شاء الله مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.